استاذ احمد، لو حد هنا مستاجر تمام وحابب ان هو يعني زي ما بيقولوا كده من الباطن ياجر المكان، هل ده قانوني ولا غير قانوني؟ برضه هنفرق، احنا اي حاجه عندنا في القانون الايجار هنفرق بين قديم وجديد. القانون القديم والقانون القانون القديم لا قولا فصل، لا لازم توافق المالك يوافق. تمام تمام. فالمالك لو ما وافقش ده سبب من اسباب الطرد، الايجار من الباطن سبب من الاسباب اللي حصلها القانون ده في التعاقد موجود بالزبط. هو قانون استثنائي. انت القانون ده الشقه دي لحضرتك ما تروحش تاجرها لواحد من الباطن، اجرتها لواحد من الباطن لا. طب انا موافق انك تاجرها من الباطن، خلاص ده موضوع تاني حتى في ظل القانون القديم. وخد بال حضرتك بقى من حاجه برضو الناس تعرفها، انا ممكن اتفق معاك ان انا ااجر من الباطن لحد لمده سنه او لشخص معين او بسعر معين، انا وافق لك كمالك اقول لك اجر لمحمد لمده سنه انا موافق لك. تمام. ما دام حددت لك مده ما تقدرش بقى تتاجر اكتر من سنه، 13 شهر يبقى تاجير من الباطن. ده بعقد جديد؟ خالص بموافقه عاديه خالص. موافقه على ظهر برضه ظهر الايثار. تمام؟ تكتب مثلا ايه استلمت الاجره كذا 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 بالاضافه المبلغ الموافقه باضافه مبلغ بعد الاتفاق على التأجير لمحمد بمبلغ وقدره كذا لمدة سنة. مش ضروري عقود، المهم أي إيصال أو أي ورقة مكتوبة يفهم منها إن احنا وافقنا بالظبط.